نتمنى على تحسين ظروف المهنة، ربي راهو عالم، بذلنا جهد كبير، حاولنا نحسن قدر المستطاع ظروف مهنة المحامي حتى يؤدي دوره كامل إيمانا منا بالرسالة نتاع المحامي وبالدفاع. وهذه هي، ما كانش اللي يقدر يستغنى عن الدفاع لما يكون عنده قضية في العدالة. ولكن ماذا بينا احنا ثاني من جهتكم تحسنوا الأداء بما يعود بالفائدة على المواطن. وموش خطاب، أرجوكم، موش لازم برا تبقى شعارات، لازم يكون في الممارسة اليومية. أرجوكم ما تبقاش مجرد شعارات. من حقنا نطمح إلى دولة قانون، من حقنا نطمح إلى دولة تكون تسود فيها الحقوق والحريات، من حقنا ومن حق المواطن أنه يطمح إلى عدالة مستقلة، من حق المواطن أنه يطمح إلى عدالة ذات مصداقية. ومن بعد نتكلم مع القضاة يعطونا ثاني أحكام ذات نوعية، ولما لا، من حقنا طموح مشروع للمواطن. هذا اللي نتمنوه. الحمد لله، اعملوا على هذا الاساس. بارك الله فيكم.